مهرجان وهران رانا فرحانين بزاف، اولا كجزائريين، ثانيا كفنانين جزائريين كفنانين عرب. هذا المهرجان غاب علينا لمده 6 سنوات بزاف بزاف بزاف، واليوم عاود رجع بفضل وزيره الثقافه اللي نحييوها بفضل عبد القادر جيرو. هاي أموالكم وين تصرف؟ أيها الناس، أيها الجزائريون، أيها المستضعفون، أيها المفقرون، أيها المجوعون، أيها المعطلون، يا أيها المصابون بالأمراض، يا أيها المصابون بالسرطان وبأمراض الكبد وبأمراض القلق وبأمراض السكر، يا من لا تجدون دواءً أو لا تجدون عملاً أو لا تجدون أكلاً لأولادكم أو لا تجدون لباساً يقيهم البرد أو لا تجدون مدارس، بالفعل هاي أموالكم أين تصرف؟ في حديث على أنها هذا ما يسمى بالفيلم العربي 800 مليار، يقولون أنهم صارفين 800 مليار، وأنا لا أستبعد ذلك، لأن بعض اللي جايبينهم عاطينهم 300 ألف أورو. المرة اللي فاتت قلت 150 و200 ألف، راسلوني البعض قالوا لي لا 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 راك غلط، راهم كاين اللي يدين 300 و400 ألف أورو، يعني ما بين 7.5 مليون إلى 10 مليار سنتيم لبضعة أيام، يقضونها في اللهو والزهو والفسق والفساد والإجرام والخيانة والخناعة والخلل وكل ما يمكن أن تتصورونه، ثم يأخذون شكاير تاع دوفيز، مش دينار، دوفيز. أيها العطشة اللي انت راكم تشرف السيترنات وتدفعوا الأموال باش ديروا السيترنات، أنتم يا عبيد الإدارة يا عبيد الشرطة وعبيد الدرك اللي يعطولكم ما يعادل 200 أورو أو 300 أورو للشهر، أفضلكم يدي 300 أورو بطبيعة الحال، 8 ملايين أو 7.5 ملايين، ها هم يدفعون جايبين أقذر الناس، وناعي ما أقول وأخنع وأخبثهم، يعطوهم ملايير السنتيمات لبضعة أيام ويدير لك الفيلم، ومش عارف وش من فيلم. إخواننا في الجنوب ماتوا بالمئات وراهم مصابين بالآلاف بأمراض القرون الوسطى، لو صرف عشر المبلغ لخدمة الليزيغو والصرف الصحي وفي المدن الجنوب لقضوا على البعوض وقضوا على الملاريا، لو صرف نصف المبلغ على عطشة في وهران، على الذين لا يجدون ماء في وهران لحلوا مشكلة الماء، لو صرف نصف المبلغ على الذين لا يجدون دواء وأحيانا يموتون أبنائهم أو أبائهم أمائهم لحلوا المشكل، لو يصرفوا قليل من الأموال التي تبعثر بلا حدود، عجبت لمن لا يجد قوت يومه لا يخرج شاهرا سيفه، كما يقول أحد كبار الصحابة. نحن لا نقول للناس اشهروا السيوف، نحن لا نقول للناس كونوا عنيفين، نحن سلميون وندعو إلى التغيير السلمي اللا عنفي، ولكن إلى التغيير فإن هذه العصابات تنهبنا، تسرقنا، تستضعفنا، تستغفلنا، تستهبلنا، تستحمرنا. هذه العصابات تجيب لك فاسقات وفساق شذاذ الآفاق ويقول لك الفيلم، مانيش عارف ما الفيلم، ويصرفوا عليهم أموال ضخمة، واسمع وزيرتهم وش تقول. سيدات والسادة أعضاء اللجنة الأمنية، سيدات والسادة النواب والمنتخبون محليا ووطنيا، السيد محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي دكتور عبد القادر جريو، من خلالكم كل أعضاء المحافظة، السيدات والسادة نجوم وأعلام الثقافة.
الثقافة ونجوم الفن السابع، السيدات والسادة ضيوف الجزائر الأكارم، السيدات والسادة جمهور وهران الباهية، فرسان ما كملتش، مش قادرة تكمل. قائمة طويلة من السيدات والسادة من العفن وليس الفن. هؤلاء عفن ليس فنا، إن مالا يصرف على العاهرات والعاهرين أولى به الذين لا يجدون أكلا وشربا. إن وهران تغرق في الزبالة وتغرق. رحت خدمت فقط الأماكن اللي موجود فيها هذا الأصناف، تغرق في العطش. وكذلك هي مدن الجزائر أصبحت مزابل، هناك قرى، هناك أحياء لا يصلها الماء بالأسابيع. إلى متى هذا السكوت أيها الناس؟ إلى متى هذا السكوت أيها الجزائريون؟ إلى متى هذا السكوت؟ كثير من أبنائكم يتيهون، يغرقون في المخدرات. البلاد أصبحت كلها مخدرات. هذه البضاعة المنتشرة اليوم قد لا تجد دواء، أو قد لا تجد كتابا، أو قد لا تجد لباسا، ولكن المهلوسات والكيف والكوكايين والهيروين يرفض عليك. بناتنا، أبناؤنا، أباؤنا، إخواننا، معاناة رهيبة في كل مكان. وهؤلاء السفهاء يعبثون بأموالكم، يعبثون ببلدكم وبلدنا. أيها الناس، إلى متى هذا الخنوع والخضوع والركوع؟ إلى متى وأنتم ترون علناً هذا الفجور؟ خلاص، كنت وقف عنده 6 سنوات، يعني من الحراك. يعتقدون أن الحراك قد مات وأنهم قد أخضعوا الناس وخوفوهم، فراحوا جابوا كل شذاذ الأفاق ويقول لك الفيلم العربي قاد فيها أفلام. حتى يكون الفيلم العربي أو غير العربي. وبعدين هذه الأيام في هذه الفنادق فيها من الفجور ما لا تصفه الألسن، لا تستطيع الناس أن تلسن. والله إذا ما ضربتش هذيك وهران بزلزال فقد راه هذا من فضل الله. وهران هذه في التاريخ لها تاريخ عميق، تاريخ المقاومات ضد إسبانيا وضد فرنسا وضد. يكفي أن زبانة من وهران اللي أول من أعدمته أعدمه الاستعمار الإجرامي وغيره. طبعا هم دائما يحبوا يظهروا وهران أنها هي عبارة عن دعارة، عن كباريات عزكم الله، عن فساد. عن وهران ليست هذه، لكن هذه الصورة اللي يحبوا يعطوها للناس. وكاين بعض الناس يتبعوا، كاين بعض الناس يتبعوا. طبعا في كل المدن هناك من هو فاسد وفاسدة، هذا معروف، لكن يراد أن يعطى للغرب صورة أنه مكان للزهو واللهو والفسق والفجور والفساد. وهذه هي الصورة التي تراد أن ترسخ في الغرب وفي بعض المدن الأخرى أيضا. وهذه ليست هي حقيقة الجزائريين. هذا الفساد يجب أن يتوقف، لأن عندما ينتشر هذا الفساد راك تشوفه بعدين في بيتك، في دارك، راك تشوفه في الشارع، راك تشوفه راه يمشي على رجليه الفساد اليوم. هاي الجزائر، هاي وهران. يعني مكان كونجن الحيوانات يكون أنظف، ومع ذلك يروحوا الناس لهذه الإدارات يلقوا مكاش الريزو. هذا كمثال. هاي وهران. ها مايتين، اليوم غادي نوريكم الجانب المظلم تاع مدينة وهران، الجانب القليل اللي نشوفه. هاي واو، إلا ما نضريش من قلبك غير روح داوي عليه خويا. دخلك الداخل هذه تلقى حياتك. هاك تشوف عمي عندك، شوف راه عندنا ولد عمنا راه كاين عندك فيها. هاي قطعنا حنا عرفتي عينا بلاوة، عينا مالا، عينا مالا، راه شوف، عندك، كلهم ثاني ما شاء الله، كلهم، ها هو، 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 ها هو،
حمام طيب هنايا والتواليت عندك وين؟ ايوا الصدر صافي طيبين هي يما طيب هنا ولدي والتواليت والتواليت حدايا عندك راتك تاعي مقطوع انا صاحبي ما بديت والو من عند الدوله عندك وين عايش عندك 54 عام في عمري عندك وين عايش عندك رجاله وين نروح نتاع بنتي لقيتو بابا قلت خويا انا عاد 9 سنين عندك وين طيب ولا حاجك ثاني في قشيها ولا في كاطو في بوزه لقيتها برا الوقت ما راهش يرحم خويا وانا عندي غريه انا وين نديها نقول عندها قرنيطه هادي عيش خويا انا في بلادنا انا محظورين هذا جزء من وهران فقط من مآسي وهران هاي وقت ليلات ماي 2024 هاي الناس عليكم خوتي بارطاجوا لنا هذا الفيديو بزاف صاي حلمي وصل للعظم والله الا بزاف نبي نشوف الوالي وعلى بالي بلي عندنا حق ويعطينا انا بكوا عطنا انا كاملين خوتي بارطاجوا لنا الفيديو الله يفتح عليكم ها هو راسك هاي وهران هاي وهران بون السلام عليكم سامحوني على المناظر الخلابه بصح شوفوا يعني صراحه درك مدينه كيما وهران الله الله غون في شوف وين دور الكومه تاع كوبالا اصلا تشوف ها وهذا ويحط على هذا وين كان يحط في صاشيه اي وهران هذا الميساج بدا بيه يلحق خوتي يلحق الوالي ولايه وهران سعيد سعيون شو لا عاونونا غير بالبارطاج هذه حاجه تاع خير وهذه نستفادوا منها كاع الولايه تاع وهران رانا نسوفروا وكاع رانا في نفس المشكل تما الا فاكم تبارطاجوا هذا الفيديو بالك يوصل الوالي ولا يوصل كاش مسؤول هكا يهدي ربي ويشوفونا في الامر تاع الشركه تاع السيور هذه هادو اللي راهم قاطعين الماء في 10 ايام شراكم باغينا نقولوا نغسلوا بالحجره ولا شراكم هاي وهران وطبعا نقدر نوري لكم الى بعد الغد وانتم تشوفوا في الكوارث هذه في وهران فقط وما هو موجود في وهران راه منتشر هذه وهران على اساس انها ثاني مدينه في البلاد وعلى اساس ان الناس كثير من الناس يحسبوها راهي حاجه كبيره كاين اماكن جميله ونظيفه نتاعهم اما نتاع العبيد نتاع الاهالي كما زمن الاستعمار هذه رانا في استعمار بصح فقط الان واش تغير هو ان ذاك الاستعمار بدل ما كان اسمها ريشار وجاك وجون وشارلوت ومانيش عارف باتريسيا الى اخره ولا اسمها سعيود وتبون وشنقريحه والقائمه تعرفوها يعني هذا مكان ومن هم من اذيالهم وذبابهم واصنافهم هذا مكان الجزائر ما زالت مستعمره إنما اليوم راه استعمار متخلف جدا والحقيقة لازم للإنصاف أن الاستعمار الفرنسي الإجرامي قهر الشعب وخدم البلاد هذا قهر الشعب وقهر البلاد إلا أماكنهم اللي هي عبارة عن فيلات محروسة دي زابارتمون ستاندينغ شقق من أرقى ما يكون عندهم أماكن للزهو واللهو مستوطنات محروسة إلى آخره الفرق أما الشعب ففي بعض الصور لا يقل بؤسا وبشاعة عن زمن الاستعمار لكن زمن الاستعمار عمره 60 سنة أو أكثر لماذا تنهب أموالنا لماذا يستعبد الناس لماذا أيها الدركي أيها الشرطي ليعطوك ربعة دورو ويجعلوك عبد وانت تروح تستخدم العصا والضرب والقهر ضد خاوتك وضد أبائك وضد أبنائك باش تحمي أولئك الذين ينهبون بالمليارات
والنائب بالمليارات شهادة من عندهم. اليوم راه فيه مئات من كبار المسعورين السابقين، عسكر ومدنيين، الأغلبية العظمى متهمين بالنهب، بالفساد، باستغلال السلطة، بالمال، بالجوسسة. أيها الدركي، أيها الشرطي، أيها القاضي، لماذا تستعبد شعبك؟ تستعبد إخوانك يستخدموك كعصا، بينما أنت تحقر وتتسب وتضرب وتتظلم من المجرمين اللي هم كلهم جزائريين، ولكن يستخدموك ضد جزائريين آخرين. أيها العبيد، لماذا تحقرون عباد الله وانتم يعطوكم الفتات؟ وانا اعرف رغم مرة يكلموني بعض الاحرار، لواحد خاله بوليسي، واحد ولد عمه، واحد ولد عمه جدارمي، واحد يقول لي شفوا يبكوا، خاصة اللي يروح من الخارج يقول لي يجيك مسكين يقول لك والله غير راني ياك راك بوليسي وراك دركي وكاين اللي منهم علق زوج نجوم ومانيش عارف واش، محقورين بصح مستخدمينه كعصا. 800 مليار يا فجار، 800 مليار يا فجار تصرف في بضعة أيام على أقدر الخلق، والناس تعاني في كل مكان. ألا تستحون؟